عليكم ورحمة الله وبركاته. تلبية لرغبة الكثير من التلاميذ وأوليائهم في إعداد تقويم تشخيصي خاص بتلاميذ السنة الرابعة، أعددت هذا التقويم وسوف أوضح لكم في هذا الفيديو كيفية الإجابة عن هذا التقويم. طبعا سوف أترك لكم الرابط في صندوق الوصف، بالإضافة إلى روابط أخرى منها رابط كيفية إنشاء بريد إلكتروني لمن ليس لديه بريدا إلكترونيا بعد. بالنسبة للذين يتابعوننا عن طريق قناة كليك التعليمية، نقول لهم بأن هناك تقويم آخر سوف نبثه بالتعاون مع قناة كليك التعليمية إن شاء الله، ويمكنهم أيضا المشاركة في هذا التقويم ليستفيدوا أكثر. أولا، أول ما عليكم فعله كما ترون في الشاشة هو كتابة البريد الإلكتروني. سوف نكتب على سبيل المثال هذا البريد الإلكتروني: سحنون جلال @gmail.com. ثم تنتقل إلى الخانة التي بعدها: شكرا على كتابة بريدك الإلكتروني ثانية للتأكد فقط، سحنون جلال مثلا على سبيل المثال gmail.com. بعدها لقب الطالب بالأحرف العربية سحنون، تكتب لقبك طبعا، أنا أكتب على سبيل المثال فقط لقب الطالب بالأحرف اللاتينية، ثم اسم الطالب بالأحرف العربية وبعدها بالأحرف اللاتينية. هذا فيما يخص البيانات الشخصية. يتبقى بعدها بلدية السكن والولاية، وتختارها من هذه القائمة، توجد جميع الولايات في هذه القائمة. أخرى كتبنا أخرى في هذه الخانة بالنسبة للذين يتابعوننا خارج الجزائر، من خارج الجزائر، يعني ربما هناك تلاميذ يتابعوننا من دول أخرى. ثم تنتقل إلى الأسئلة. أول سؤال: pour décrire une région on peut employer uniquement des verbes d'état comme être, sembler, paraître. Des adjectifs qualificatifs et des verbes d'état, uniquement des adjectifs qualificatifs. Bon, tu choisis la bonne réponse. Une seule réponse. يعني إجابة واحدة فقط. La même chose ici. Une seule réponse. Pour la troisième question, il y a plusieurs cases à cocher. Parmi les mots suivants, lesquels appartiennent au champ lexical de l'environnement. Donc, تختار إجابات عديدة تتعلق بالشان لكسيكال de l'environnement. La quatrième question, tu choisis quatre mots pour construire une famille de mots. يعني, il y a un seul intrus, il y a un jet d'écrit واحد. Pour la cinquième question, tu vas me dire si ces phrases sont simples ou complexes. À chaque fois, tu coches une seule case par ligne. يعني, la tartare et j'avais fini le sotre et j'avais واحد في السطر في كل إجابة. Ensuite, la sixième question, quels sont les rapports logiques exprimés dans les phrases suivantes? Tu lis les phrases, tu dis soit la cause, soit la conséquence. Pour la septième question, tu coches deux cases, il y a deux réponses. Il faut lire la phrase d'abord, pour la huitième question, c'est simple. Tu vas me dire si ces verbes sont ou plutôt appartiennent au premier groupe, au deuxième ou bien au troisième groupe. Yani, il faut lire les trois et choisir les bonnes réponses. Il reste la dernière. Donc, c'est une question de conjugaison aussi. Yani, تختار الإجابة الصحيحة أيضا. إجابة واحدة في كل سطر. وبعد أن تنهي تضغط على هذا الخانة envoyer. بالضغط على هذه الخانة سوف تظهر لك هذه النافذة: لقد تم تسجيلك، بالتوفيق، افيشي لا نوت. إذا أردت أن تحصل على العلامة وترى أين أخطأت وأين أجبت بشكل صحيح. بالضغط على هذه الخانة سوف تخرج لك هذه النافذة، هنا بياناتك الشخصية وفي الأسفل جميع الأجوبة، وسوف تتمكن من معرفة إجاباتك الصحيحة وإجاباتك الخاطئة. إذن هذا هو التقويم التشخيصي الخاص بتلاميذ السنة الرابعة المتوسط.
كل ما لديه استفسار أو سؤال يتعلق بهذا التقويم أو بدرس من دروس السنة الرابعة أو بغيرها من المستويات أو بغيرها من المستويات، ما عليه سوى ترك استفساره أو سؤاله في التعليقات، وسوف نحاول الإجابة قدر المستطاع إن شاء الله. في انتظار حصة أخرى أقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.